يقول أحسن الله إليكم: وهناك عباد قد زهدوا في العبادة وظهرت لهم كرامات، فهل الزهد عرفتم أنتم أن اللي تظهر له خوارق وهو ليس على العبادة هذه خوارق شيطانية كالسحرة والكهان والمنجمين، تظهر لهم خوارق، الشياطين تعمل لهم أشياء، تحملهم في الهواء وتمشي بهم على البحر وتمشي بهم على النار وغير ذلك، ولا هذه أعمال شيطانية، ما هي كرامات، هذه خوارق شيطانية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.